جاية الله نتخربوا مدونا نرجعوا نشوفوا مدن أخرى نتعرفوا على ناس أخرين وبلاك ربي يفتح علينا. مدينة التل راك متحقق ما يكون غير هنا حتى مش قصدها راح يرتاح فيها يوم ولا يومين ويكمل طريقه. هيا بينا لمدينة التل. يلا همشي. صبرينا. لا 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 ها كنت تفتشي على الدار. هاي الدار ها دوك ترتاحي ها تاكلي تطيبي تغسلي وتعرفي الناس غدوة وهذه هي الدنيا. يوم مانيش على الدار اللي راني مقلقة يا شحا مقلقة على خدايمك السودة اللي ديما ديرها ونوليو هاربين كي العادة. ما تقلقيش يا رفيقة العمر غدوة نخرج نبحث على خدايمة وعرف الله عما سلف. آمين يا رب العالمين. هيا هيا نشوفوا الدار. هيا شهرين يا قائد لا حس ولا خبر. المليح يطول يا مولانا لعل وعسى العقار اللي راحوا من أجله غالي ومفقود. وزيد يا مولانا الهند بعيدة بعيدة قريبة. هذا العقار لازم يحفر وهذا القناع لازم يزول. تعرف ايش معنات لازم يزول؟ ايدكم يومين لو ما يحضرش. يحضر يا مولانا يحضر الغالي والطلب رخيص. يومين يومين كثير. اعطيك ساعتين دقيقتين ثانيتين رمشه عين. انطلق حجي.
في كل مكان تعلمت الحكمة والبيان، تعلمت حروف الأبجدية عند العرب الرومي والتركمان وأسرار الإنس والجان، وتعلمت فلسفة الروم واليونان. نعرف العقرب إذا حمق، والسباع إذا شفق، والإحناش إذا غنى وشوق. أنا وأعوذ بالله من هذه الكلمة حييت بعد الممات، وقريت في اللوح المختومة بمداد صلاح الأتقياء، وشميت مشموم سلطان الورد والطيب، وزرت خيار المدن، وعندي في كل مدينة حكاية. وش تقول في المرض دواء؟ لكل داء دواء إلا الكبر. عندي في هذا المقام ديوان ما له مثيل، إذا حبيت نوصف لك المرض على أنواعها. أنا وزير هذه المدينة، وأنا ضيف ربي في ذي المدينة. أمقامك عندي إذا حبيت. العرض سنة، وغير المهبول يجدني. حتى وإذا كانت هذه دعوة من حاكم المدينة؟ في هذه راني مغلوب. تفضل. فلت من يدينا الزنديق، وين راح نسيبوه درك؟ احنا اللي ماشي رجال يا اخي، بكل تعرفوه. قلت لكم وما يجيش منه الخير، خشنتوا دماغكم كلاكم. انت الاول فينا، والغلطه متقاسمه بيناتنا. وزيد قص علينا، وين راهو هذا؟ كان بيودي تلقى شفاك بيدي، لكن ما باليد حيلة. كيف في اليد حيلة؟ انت قلت انه عندك لكل مرض دواء. هذا صحيح يا سيدنا، لكن مع كبر البني آدم يودر، وعلى هذا دونت كل الامراض ودواها بديوان سميته ديوان الامراض ودواها. وينو هذا الديوان؟ اتسرق. وين؟ في المدينة، لكن مانيش عارف بالضبط فين. لكن وين نصيبوه وعند من؟ ربي عالم، لكن الشيء المهم محدش عارف رموزه إلا أنا. وزمان الجو اللي كان باتوا فيه. ما تقلقوش، ارتحوا شويه ومن بعد نمشيو لبيت حبيبي، عندي مده ما شفتوش. يسكن قريب من هنا او غير هنا برك على اليمين؟ لو كان نقصدوه درك خير. على بركه الله. يلا يلا. يا من تولى قلبه بجمالنا، ترى ليلاً أصبر لعلك في الهوى تحظى بنا. لما علمنا أن حبك صادق وصب قلبك ما أصاب فؤادنا. السلام عليكم. وعليك السلام. قول لي يا إنسان يا فرحان، علاش كل هذا الأطباء في مدينتكم؟ مدينة التل مدينة الطب والحكمة. أنا نفسي طبيب، ولكن نخدم مرة علاف ومرة دباغ. مرة علاف ومرة دباغ؟ جديد في الحرفة، ها؟ وما نقدرش قدام القدم. باش توقف قدامهم يلزم تبتكر حاجة جديدة. مرة علاف ومرة دباغ. مع السلامة. مع السلامة.
يا من تولى قلبه بجمالنا. الخدمة في هاد المدينة يا رفيقة العمر بقيمتها. واش ما لقيتش روحك؟ وانت لقاي روحك يا مرا؟ الطبيب هنايا يخدم دباغ. والدباغ واش يخدم؟ تبان لي شطاحة. شطاحة هيه. ودرك واش نديرو؟ نقعدو هنا نرحلو ولا كيفاه؟ هاد الكلام ماشي وقته. درك وقت الماكلة. استنى ساعة نكمل لي في يدي. ايوه في الصباح الطوف وفي الليل تغزل الصوف. يا وجوه الخير، راكم ما كليتوا حتى شيء. كثر خيرك، اكلينا الخير والبركه. كثر خير حبيبنا. هي انت هلا اذا جيت لمدينتنا زورنا. مادام نعرف المرسى الشهر الماجي نجيكم. قول لي يا حبيبي، حبيت نسقسيك، ما دخلش رجل غريب ليا مزهدوا لمدينتكم؟ مدينتنا؟ مدينتنا كل يوم يدخلها ألوف ويخرج منها ألوف. راجل مع زوجته راكبين حشا مقدارك فوق حمار. راجل ومرته وحماره. راجل ومرته وحماره. ايه البارحة كريت دويرتي اللي حدا السوق لواحد غريب، قال انه جاي من بلاد بعيدة، ربما يكون الراجل اللي تفتشوا عنه. قلت دويرتي اللي حدا السوق. السلام عليكم. وعليكم السلام. شحال هاد الكتاب؟ 10 دينار ذهبي. علاه واش فيه؟ اسرار الانس والجان. وهذا 3 دينار. ديوان المناد ودواها. اخر سومة؟ اخر سومة. نقول لك هاد دينارين وحلال عليك. لكن باه ما تقولش خدعني. هاد الكتاب مكتوب برموز ما يقراها الا اللي كتبها. وانا قاري لغه الريح والفراغ، اما الرموز نعلمك باللي درستها، ومش محال كاتب هذا الديوان قرا عندي. يا سيدي اخر حاجه 2 دينار. هيا تفضل. مع السلامه. مع السلامه. يلا يلا يا حمار يلا. اللونجة لقيتها. وش لقيت؟ الحرفة، الحرفة اللي راح توكلنا العسل السمن وتسكننا في القصور. يا رب. وش بيك يا راجل وين رايح؟ وش بيه هذا؟ وش بيك تشطح؟ هذا الكتاب هو اللي راح بيه نكسر شوكة العلماء ونخليهم يطرموا في سوق المدينة. ايوه ولينا لشغل الصحاحر والقزازن. لوجه راجلك راح يدخل في عالم العلم الطب والفلسفة. نجيب لوحة كبيرة وعريضة ونكتب عليها عندي شحا لكل داء دواء. يا سيدي بالهنا والشفاء. بارك الله فيك يا حكيم. واحدة في الصباح واحدة قبل النوم. هذيك هي. وإذا ما زالش عليك الألم أرجع نشوفه حاجة أخرى. يلا كي نشرب هذه العشبة نضني أكيد إن شاء الله وتشبعي درية. فمك لا ربي. الله يبارك فيكم. هيا هيا. يلا يلا يا جماعة تفضلوا. تفضلوا فضلي. اللو هو جحا صاحبك ما كذبش. جحا ولقيناه بقى كيفاش درك نحكموه؟ نديوه للمدينه ونرميه في الحبس يا شاسم.
عندي فكرة. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ مقبول وأهلا. الحمد لله. أريد أن أسألك عن دار جحا. دار جحا تمشي بهذا الاتجاه. نعم. تم ذلك حتى النهاية. شكرا لك. نعطيك يمينة. شكرا لك. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل تفضل سيدنا تفضل. هيزي تفضلك لالا. تفضل. مرحبا بك سيدنا. تفضل. مرحبا بك. تفضل اشرب وبل ريقك. شكرا. عفو. بصحتك. يزيدك صحة ربي. الله يخليك. أنا وزير مدينة الجنوب. جيت قاصد مدينتكم طالب المحال وقالوا لي نصيبوا عندكم. أنا الحكيم جحا. ما عندي المحال. نعمل إلا بالقضاء والقدر. ونعمل إيمان ونعمل إيمان. ما نطوش عليك وندخل في الموضوع. حاكم مدينتنا مريض بمرض الله لا يبلي مؤمن. وجهه مشوه لدرجة ما تقدرش تشوف فيه. وعلى هذا دار قناع يغطي فيه ذاك العيب. لكن مع الوقت مل الحياة وحلف ما يموت حتى يلقى الدواء. أرجع لسيدك وقول له زال الهم إلى الأبد. صحيح يا حكيم. الحكيم جحا أمره ولا يكتب. أركب على جوادك وارجع لمدينتك وبشر سيدك. تسمحوا لي؟ تفضل. مع السلامة. مع السلامة. وهذه الفكرة هذه. لا خليه يكملها. جحا رجع لعادته القديمة. كيف فهم؟ حب يقول المرضى رايحين يكتشفوا باللي الدواء اللي مدهولهم ما يحيي ما يقتل، بالعكس يضر. رايحين يروحوا ليه ينتقموا منه. احنا نغتنموا الفرصة نحكموه نكتفوه ونردوه للمدينة. اللو فور يلا. يا نوزة هاي كورة يلا هيا لي هيا هيا ويش رفقي. قائد انت متأكد من كلامك؟ أكثر مما تتصور مولاي، وهذه بشرى خير وفرحة ما تتقدرش. يا قائد ذكرني باسم الحكيم اللي وعد وزيرنا بالعلاج. الحكيم جحا. الحكيم جحا الحكيم جحا ما نعرفوش. المهم وقتاش الرحيل. الحكيم جحا راه بانتظاركم ومرحب بكم في كل وقت. بأقرب وقت يا قائد بأقرب وقت. غبار الملائكة غبار الملائكة. قولك صح يا شحا، مع الأول ما منتكش كذبتك، لكن مع الوقت أضحى الحلم حقيقة. هذا الكتاب رد بالك عليه. غبار الملائكة غبار الملائكة.
غبار واش؟ غبار الملائكة، الوزير اللي جاني ديك المرة. إيه؟ الدواء سيد الحاكم على حساب الديوان هو غبار الملائكة. وهذا الغبار تطلع تجيبه من السماء السابعة؟ سهلة، غدوة نلقاه. غبار الملائكة. مرحبا بك يا سيد الحاكم. نتشرف بمعرفتك يا حكيم. ان شاء الله رانا في الموعد. ان شاء الله في كل وقت. تفضلوا. تفضلوا تفضلوا. مرحبا بكم والدار داركم. مرحبا بك سيد الحاكم. هذا خير ما نسواش. بما انك عندي يا سيد الحاكم كاين بعض الشروط نقولهم لك قبل ما نبدا العلاج. تفضل. اولا لازم نبقى انا وسيد الحاكم وحدنا، وانت يا سيد الوزير كيما يهوالك، اذا حبيت تقعد في المدينه تستنى سيد الحاكم حتى يرتاح، ولا ترجع لمدينتكم. المدينه بلا هي حاكم وقعدوا معاي ما ينفعني في حاجه. تفهمنا؟ على بركة الله. في الأمان سيدنا. تفضل سيد الحاكم. شحال خاين. شحال اصبر علي يا سيد الحاكم، راني جاي. راني صابر، راني صابر صبر ايوب.
سيد الحاكم امسح بيديك بداتك كامل، ما تخلي حتى مكان الا وتقيسو غبرة الفهمة. راني نمسح، راني نمسح يا حاكم، راني نمسح. سيد الحاكم تقدر تقلع هذا القناع على وجهك؟ متأكد يا حكيم؟ زال؟ مازال؟ سيد الحاكم تقعد هكذا حتى الصباح وعندك لا تنام؟ نقعد هنا وما ننامش يوم يوم ونص اسبوع ست ايام وشهر شهر وخمستاشر يوم ونص ست ساعات واربع دقائق بس خلي يزول. كوعدي ماشي هكذا خيره. اسمع نخليهم يدخلوا عليه يهرسوه، من بعد ندخلوا حنا نكتفوه ونعلقوه فوق حماره. المره هذه والله ما سلك. اجعا خاين اجعا خاين اجعا خاين. وش بهم يا شحا يعوقوك الذيابة؟ والله ما درت لهم شيء، طبقت الكتاب خرف خرف. خلاص اخرج لهم مالا وتفاهم معاهم. انتي مهدولة هكي تسمعين همكن وحوش وما كتر مالا وش نديرو؟ اخرجي من باب التاني، روحي هذاك السيد اللي كرانا الدار هكي خلصيه وقولوا له يركبك في اول قافلة ترجعك لمدينتنا. وانت كيف نفري شغلي؟ نلحكي يلا اخرج يا واحد يسدك في الخاين. على جالك اتطلق مضلي ما طلع علي الربح تخرج ولا لا؟ اسنوا يا جماعة اسنوا، غير الخرج اللي ما يخرج لازم نكسروا عليه الباب ونصدموا. المهم شحا شيطان. يلا ارفدوه حطوه فوق حماره وحسبنا معاه في مدينتنا. بلا شك قايد الحرس. وش هذا؟ ما تتحيرش انا الحكيم جحا درك مفهمك. اروح معايا. انا حاكم مدينه الجنوب. انا حاكم مدينه الجنوب. انا حاكم مدينه الجنوب.
وقفوا. يا ابن اللو يا لطيف اللطف، شكون هذا؟ وين هو جحا؟ انا حاكم مدينة الجنوب. يا وخذي مالا صح. مستحيل، محال، غير ممكن. وش ما بقاش بشوه؟ اتكلموا، انطقوا، تحدثوا. ما بقاش. هاي معجزة، معجزة بالفضل فيها يرجع لشحا. جحا اشحا، انا حاكم مدينة الجنوب وهذوك على راسي. والله يا جماعة، يا ونسلك من هذا الورطة، غير ندير وعدة لجميع الصلاح نتاع جوي هذوك. وانا كون نرجع نتوب على كل ما عملت من شر. وانا انا نذبح 3 جديان ونتصدق بها. قلنا الحاكم ان شاء الله بريد. اشكرك اشكرك يا ربي. توحشناك واشتقنا نشوف وجهك يا مولاي. هذا يوم كبير، هذا يوم سعيد. عروهم من قشهم واربوهم من وحوش الصحراء. يلا انا شيت انا سيد الحاكم. لا تعري من عندي يا شحا. راك ضيف عندي في القصر المده اللي تحب يا سيد الحاكم، لكن بشرط كيفاش هذا يعري. ما تقلش عن 3 اشهر. شكرا يا مولاي. تفضل. المهم انا انت كبريت وشبيت، لازمني نلحق لونجا زوجتي. يا ها طيب راسي، يا ها عريني ما طيبش راسي. يا عبرها عفوا عفوا مولاي عفوا. وهذا القناع ما عاد ينفع.